أشرف السيد والي ولاية سكيدة هذا الصباح على انطلاق احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة المصادف للثالث ديسمبر من كل سنة. حيث أكد والي الولاية من خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة أن أي مسؤول متقاعس وغير قادر على العمل فليغادر منصبه. الاستفادة من الاستفادة والدراجة الأولية. تعلم بالك بلي البارح كان عندنا السيد الأمين العام تاع وزارة السكن بناء على طلب السيد وزير الداخلية لما جا هنا بمناسبة الزلزال اللي في المنطقة تاعنا. كنا قدمنا السيد وزير الداخلية عرض حول قضية السكن وثقل هذا البناء على مستوى الولاية، وكان هو مشكور يعني كان بلغ هذا الزميل السيد وزير السكن بدوره يعني أوفد السيد الأمين العام باش يعرف على حقيقة الواقع تاع الملف هذا الثقيل في تحضير الزيارة غادي يجي عندنا السيد وزير السكن باش نحل كل الملفات اللي راهي قاعدة تعاني.